نشرة المنتصف من يمن الشباب، حياكم الله. والبداية مع أبرز العناوين. نجاة وكلا محافظ تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ولكحله من محاولة اغتيال وسط مدينة تعز. الجيش الوطني يستعيد جبل الحمام الاستراتيجي بلحج ويحرر سلسلة جبال أم العظم شمال محافظة صعدة. الباتريوت يعترض صاروخا فلسطيا في سماء مأرب ومصرع عناصر الميليشيا بينهم قيادي في غارة للتحالف بمحيط حيس بالحديدة. أهلا بكم. تعرض موكبا وكلا محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي والمهندس رشاد الأكحلي لانفجار عبوة ناسفة، وزرع مجهولون عبوة ناسفة بالطقم المرافق للدكتور المخلافي قبل أن تنفجر أثناء ما كان عدد من القيادات يتناولون وجبة الغداء في أحد المطاعم وسط مدينة تعز. وأدى الانفجار الذي سمع دويه في إلى مسافة بعيدة في تعز إلى إعطاب الطقم تماما وسقوط 4 من المدنيين. وكان رفقة الوكيلين مدير مديرية المظفر سمير عبد الإله والأستاذ علي الأجعر وقيادات أخرى في السلطة المحلية. الجدير بالذكر أن الدكتور المخلافي كان قد حصل على قرار جمهوري تضمن تعيينه وكيلا أول لمحافظة تعز. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد الحكيم عون وكيل المحافظ. مساء الخير سيد عبد الكريم. بداية، يعني في أي إطار يمكن وضع هذه العملية أو هذا الحادث الذي استهدف وكيل أول محافظة تعز؟ تفضل. والله الحادث اليوم هو يعد من ضمن السيناريوهات التي تعد لعرقلة مسيرة الدولة ومسيرة تثبيت مؤسسات الدولة. نعم. وتشعيلها في محافظة تعز، وهي لإخافة الأخوة الوكلاء ومحافظة المحافظة من التوجه في طريق إعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. نعم، من تتهمون تحديدا بالوقوف وراء هذا التفجير؟ احنا لا يخفى على الجميع نحن في حالة حرب ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية. نعم. ولهم اصابع في هذا المجال سابقا في 2014 عندما تم استهداف الاخ الشهيد صادق. نعم. منصور بنفس الاليه. نعم، يعني ما الرساله التي تريد ان توصلها الجهه ربما التي قامت بمثل هكذا عمليه؟ الرساله هي موجهه لخلط الاوراق في محافظه تعز وتعطيل مؤسسات الدوله من عملها وإقلاق السكينة العامة وإخافة المسؤولين من القيام بمهامهم. نعم، يعني ربما يعني سألتك عن الاتهام لأي جهة تتهمون هذه أو من وراء بتدبير مثل هكذا حادثة، لكنك يعني ربما لا تريد اتهام جهة بعينها. يعني الآن إلى أين ربما تصل التحقيقات؟ يعني هل بدأت الإجراءات في التحقيقات أيضا أو تم التوجيه؟ تم. نعم، تم توجيه الجهات المختصة بالتحقيق في القضية وإن شاء الله. ما الإجراءات التي قامت بها لغاية هذه اللحظة؟ الإجراءات تم إبلاغ جميع الأجهزة الأمنية للتحقيق في ذلك. نعم، وكيل محافظة تعز عبد الحكيم عون كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. أعلنت قوات الجيش الوطني استعادة جبل الحمام المطل على معسكر لبوزة في محافظة لحج، وأكد المتحدث باسم الجيش والمقاومة في القبيطة علي منتصر أن القوات استكملت السيطرة على جبل الحمام بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي خلفت قتلى وجرحى في صفوفها. وكانت الميليشيا قد نفذت في وقت سابق عملية تسلل من مناطق شرار والحكمة وسيطرت على الجبل القريب من قاعدة العند الجوية. وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا علي منتصر القباطي المتحدث باسم مقاومة القبيطة. مساء الخير سيد علي. بداية، يعني أنباء تتوارد عن تمكن الجيش الوطني من إعادة تحرير جبل الحمام بعد ساعات من عملية تسلل ربما قامت أو حاولت بها ميليشيا الحوثي.
ما هي آخر التطورات اليوم لديكم في من جهة الأوضاع الميدانية في جبهة القبيطة وتحديدا حول هذه المعلومة التي وردتنا، استعادة السيطرة على جبل الحمام الاستراتيجي؟ تفضل. نعم أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله وهامة الأبطال المقاتلين في جبهة القبيطة تم استعادة جبل الحمام ليلة البارحة. نعم. ومنذ ليلة البارحة اللحظة نخوض معارك شرسة مع العدو، حيث العدو يستمر في قلب التعزيزات من مناطق الراهدة وكرش لاقتحام لاستعادة السيطرة على جبل الحمام الاستراتيجي المطل على قاعدة البوزة، والأبطال لا زالوا يتصدون للهجوم. الميليشيات تمطر المواقع المقاومة في جبل الحمام ومناطق الرمى ورشال الرعلة بمقذوفات الهوزر والكاتيوشا من أماكن تمركزها في نجد طفل والمغنية وجبل جالس. اليوم في هذه الساعات العدو ينتشر في عبر خلايا نائمة في مناطق ثوبان ونخيلة وقنقنان. لعمل انتفاف على المقاومة المرابطين في جبل صولة ومناطق عراسم والرمى وجبل الحمام والتبة الخضراء، لكن لم يتمكن. دفع بخلايا النائمة في منطقة ثوبان لاقتحام بعض المناطق في قريبة من صولة، وكانت ضحاياهم كثيرة في العشرات. الاشتباك قائم والتعزيزات تتوالى للعدو في ظل صمت من طيران التحالف. لا ندري إلى الآن 7 أطقم في نجد قفل، لا ندري لماذا لا يتعامل التحالف في بضرب التعزيزات الواردة إلى للعدو. نعم يعني كان الحديث قبل يعني لحظات أو في الأيام الماضية كان الحديث عن تعزيزات كبيرة ربما وصلت لميليشيا الحوثي في جبهة القبيطة، وكنتم أنتم قد طلبتم أيضا مقاومة يعني طلبتم مساندة من مقاومة الصبيحة في المنطقة العسكرية 6 وكذلك من التحالف العربي، هل وصلكم أي دعم سواء من الصبيحة أو حتى من التحالف العربي؟ يومنا هذا قائد المنطقة الرابع دعم نحن بعض العتاد العسكري مشكورا على تقديمه العتاد العسكري. محافظ المحافظة نشكره على الدعم المعنوي الذي يوليه لجبهة القبيطة وتواصله مع القيادة للمقاومة. قائد المقاومة في صفوف في خط النار في جبل الحمام يخوض المعارك. ننتظر طيران التحالف استهداف الأطقم التي تحمل الـ10 والمعدلات التي تمطر مواقعنا في المعدلات، لأنهم أهداف السورة يعتبروا لا نستطيع التعامل معهم نحن في مواقعنا. لذا نأمل أن التحالف أن لا يظل صامتا. الميليشيات تتحرك وكأنها طلبتم من طيران طلبتم من التحالف العربي بالتدخل؟ نطلب ولا زلنا نطلب عبركم وعبر كل المنابر التدخل السريع لضرب الأهداف العسكرية المتحركة للعدو. ومن هذا العدو يحاول إنزال شيوة لفتح الطريق من الحنكة ليستمر تعزيزه في الطريق الإزفلتي. إذا لم يتم التعامل معهم سيفتح طريق الحنكة ونبدأ الوزوف وسيقتحم مواقع المقاومة. لذلك نأمل أن لا يتم السكوت أكثر. نعم سيد علي منتصر القباطي المتحدث باسم مقاومة القبيطة، شكرا لك. حررت قوات الجيش الوطني سلسلة جبال أم العظم القريبة من الخط الدولي الرابط بين منطقة البقع ومدينة صعدة بعد معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي. وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلى إن تحرير السلسلة الجبلية تم بإسناد وغطاء جوي من التحالف العربي، وأضاف أن تحرير سلسلة جبال أم العظم في جبهة البقع من شأنه أن يقطع خطوط إمدادات الميليشيا ويمنع تسللهم إلى الحدود السعودية. وللوقوف أيضا على هذا الموضوع ينضم إلينا العميد ركن علي الكينعي قائد لواء الوحدة محور بقع البقع. بداية مساء الخير سيد علي، يعني نريد منك أن تضعنا في صورة العملية العسكرية التي أسفرت عن تحرير سلسلة جبال أم العظم، وما هي أبرز النتائج التي أفضت إليها هذه العملية العسكرية؟ تفضل. أولا نقول يمسيكم بالخير والعافية، ونشكر هذه القناة الأشياء التي تحمل الشفافية وتقبل جميع من يتكلم. وعلى كل حال بالنسبة لتزامنا مع الانتصارات التي تحققها قوات الشرعية فيما يسمع الجميع في بيحان وفي اليتمة وفي المهاشمة وقبلها في قليقة، هذا في وكذلك ما تم في هذه الليلة المباركة التي مضت من تحرير سلسلة أم العظم. هي السلسلة هذه سلسلة جبلية معقدة الحوثي يحاول يحافظ عليها الاستراتيجية، وأهمية ذلك أنها تطل على البقعة المنفذ الوحيد في هذه الجهة وأن لها أهمية كبرى وتعتبر القفل له، ويعرف ذلك أنها القفل وهي المفتاح بإذن الله عز وجل لمحافظة صعدة بل للخط الدولي الرابط بين المنفذ إلى بقية المحافظات في الجمهورية.
والحمد لله بعد عقد معارك شديدة وشرسة مع هذا العدو والذي يتحصن بزرع الألغام بطرق متنوعة ومختلفة لإعادة القوات المتقدمة، ولكن بفضل الله عز وجل وهمة الرجال العالية وأيضا بتعاون الأشقاء معنا من التحالف بالإسناد المدفعي والطيران تم الاستيلاء على سلسلة أم العظم، وكان من هناك من القتل في أفراده والأسر كذلك، والغنائم كثير من السلاح التي تركها في الجبال والذخائر. نعم. وهذا الفضل يعني على هذا الصعيد من على صعيد نعم. الخسائر التي تتكبدها الميليشيا، يعني هل لديكم إحصائية معينة بالخسائر التي تكبدتها؟ تقريبا يعني بالنسبه للآليات كلاينشوف يعني اعداد كبيره، المعدلات الار بي جيات 12 و7 ما يسمى بالفرد، ايضا الهوانات هذا الذي غنمها المجاهدون او المقاتلون وتشريع غنمتها، ايضا اخذنا اسير الذي وجدناه يعني ممن يعني القينا القبض عليه. نعم. ترك جثثه في الجبال متناثرة وموجودة. نعم. يعني الآن بعد تحرير هذه السلسلة الجبلية، ما هي وجهة العمليات العسكرية بعد ذلك، بعد تحرير هذه المواقع؟ تفضل. هو التوجه والانطلاق إلى نكمل بقية بعض الجبال التي تليها مثل نعم. العليف وعمود السعرة والهليف، ولكن هذا هو كما يقال القفل وهي المفتاح. نعم. وبإذن الله عز وجل في الأيام المقبلة ستتحرر هذه الجبال وينفتح هذا الخط الدولي الرابط لهذه المحافظات وتنطلق القوات الشرعية إلى داخل وعمق الصعدة بإذن الله عز وجل. العميد ركن علي الكيني قائد لواء الوحدة في محور البقع، شكرا جزيلا لك. اعترضت منظومة الباتريوت في محافظة مأرب صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه عاصمة المحافظة، وقالت مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية فجرت الصاروخ في سماء المدينة قبل وصوله إلى هدفه، وذلك بعد أن أطلقته الميليشيا من مواقع تمركزها في منطقة هيلان غربية مأرب، ولم تسفر شظايا تفجير عن وقوع أضرار في الأرواح أو الممتلكات. وأهل الوقوف أيضا على هذا الموضوع، ينضم إلينا السيد وليد الراجحي رئيس مركز سبأ الإعلامي. مساء الخير سيد وليد، بداية نريد أن تضعنا في صورة عملية اعتراض الصاروخ الباليستي، وفي أي منطقة تم إسقاط هذا الصاروخ بعد اعتراضه من قبل منظومة الباتريوت؟ تفضل. نعم، بالنسبة لما حدث صباح اليوم، اعتراض صاروخ باليستي في سماء المدينة وفي منطقة خالية من السكان، اعترض منظومة التحالف والمنظومة الباتريوت التابعة للتحالف العربي، وليست المرة الأولى والعاشرة، ولكن قرابة 100 من هذه الاعتراضات ترى في استهداف المدنيين أو المدينة، مدينة مأرب المكتظة بالسكان والذي يبلغ بحسب آخر إحصائية أو تقترب من 3 مليون مواطن نازح تكتظيه هذه المحافظة التي تتعرض للصواريخ البالستية بين الحين والآخر، بالإضافة إلى استهداف أو الصواريخ التي تم اعتراضها سابقا كانت تستهدف المنشآت الحيوية بما فيها منشآت صافرة النفطية، أيضا اعترضت منظومة الصواريخ البالستية خلال العام المنصرم مجموعة من الصواريخ في ذات الاتجاه، تحاول هذه الميليشيات بين الحين والآخر استهداف هذه المحافظة المكتظة بالسكان بالصواريخ البالستية. نعم سيد وليد الراجحي رئيس مركز سبأ الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية المصلوب غربية محافظة الجوف، وقال مصدر ميداني أن الجيش صد هجوما للميليشيا على منطقة الغرفة بمديرية المصلوب غربية المحافظة، وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية خلال المواجهات مع الجيش الوطني. هذا وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف إن قوات الجيش الوطني تواصل تنفيذ الخطة العسكرية المرسومة لاستكمال تحرير المحافظة، مؤكدا أن الجيش بدأ بالتمركز في محيط مديرية برط العنان تمهيدا لتحريرها.
الإعداد والترتيب لهذه المناطق ولهذه الجبهة لا زال مستمر. نحن وإياكم بإذن الله تعالى بعدما تمكن الجيش الوطني في إطلالة وضع أقدامه مطل على منطقة العطفين بالذات جبل الفراس من ناحية ميمنة الجبهة، ومن ناحية القلب أيضا مطل وضع المقاتلون أقدامهم الآن في بداية المحيط الجغرافي لمديرية قرة العنان. وأيضا نحن وإياكم بإذن الله تعالى في الأيام القريبة العاجلة ستكون خطوات أخرى لتحقيق ما تبقى من أهداف مرصودة ومرسومة للوحدات المقاتلة في هذا المحيط. استعادت قوات الجيش الوطني تبت الكربة الواقعة في منطقة الضباب غربية مدينة تعز، وذلك بعد ساعتين من سقوطها بيد ميليشيا الحوثي الإيرانية. من جهة ثانية صدت قوات الجيش هجومين منفصلين لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات الإشروح جبل حبشي وتلة الصياحي ووادي حذران بالضباب غرب المدينة. وقال مصدر ميداني أن 5 من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم في مواجهة مع قوات الجيش في تبة الصالحين جنوب المدينة. وفي جبهة مقبنة قتل 2 من الميليشيا وأصيب آخرون في كمين محكم للجيش استهدف تعزيزات لها في قرية الحجيج القحيفة بجبهة مقبنة غربي المحافظة. أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية تقدما ملحوظا في المعارك الدائرة في محيط منطقة حيز جنوب الحديدة. وقال مصدر ميداني أن الجيش يواصل التقدم جنوب حيز وسط غارات مكثفة للتحالف العربي على تعزيزات للميليشيا الحوثية الإيرانية. أضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة هاجمت مواقع للميليشيا تقع بين مديريتي حيز والخوخة تزامنا مع قصف مدفعي مكثف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. يأتي هذا فيما أعلن العشرات من الأهالي في منطقة عرفان جنوب حيس انضمامهم إلى قوات اللواء التهامي بعد يوم واحد على نجل قائد الميليشيا بالساحل الغربي حمير إبراهيم عريك مع آخرين إلى الجيش. لقي قيادي من ميليشيا الحوثي الإيرانية مصرعه جراء غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة. مصادر عسكرية قالت أن القيادي الحوثي محمد حسين العجري لقي مصرعه مع العديد من مرافقيه جراء غارة لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعا للميليشيا في محيط مديرية حيس. صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوما شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية على ميمنة جبهة العبدية الوهبية الواقعة بالمنطقة الفاصلة بين محافظتي البيضاء ومأرب. مصدر ميداني قال إن الجيش والمقاومة صدوا هجوما للميليشيا وأجبروها على العودة إلى مواقعها. يأتي هذا تزامنا مع الهزائم الساحقة التي تتلقاها الميليشيا الانقلابية في عدد من الجبهات أهمها البيضاء والجوف. إلى ذلك قتل ما لا يقل عن 2 من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون خلال مواجهات مع أفراد المقاومة الشعبية من أبناء القبيلة أو القبائل بمديرية القريشية التابعة لقيفة برداع محافظة البيضاء. مصادر ميدانية قالت إن مواجهات عنيفة شهدتها منطقة عنا بذي كالب بين المقاومة والميليشيات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2 من الميليشيا فيما أصيب أحد أفراد المقاومة. في غضون ذلك شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفا عشوائيا بالأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات والمدفعية واستهدفت منازل وممتلكات المدنيين في مناطق ذي كالب الأسفل بذات المديرية. أشاد اجتماع للمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب بالإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة خلال العام الماضي وتمكنها من ضبط العديد من المطلوبين والخلايا الإرهابية والتخريبية والعناصر المطلوبة للعدالة. ونوه المكتب في اجتماعه الدوري بالانتصارات التي يحققها الجيش والمقاومة ضد الميليشيا الإيرانية في مختلف جبهات القتال، ومنها استكمال تطهير محافظة شبوة وعدد من المديريات في محافظتي البيضاء والجوف وجبهة الساحل الغربي إلى جانب عدد من المناطق في مديرية نهم شرق صنعاء. يرى الإماميون السلاليون في اليمن أنهم الأحق بكل شيء في البلاد من نهب الثروات والمناصب الوظيفية العامة إلى حجز المقاعد الدراسة لأبناء السلالة المتعصبة للحوثيين على حساب أبناء اليمن. إلى التفاصيل. ما كان يسمعه اليمنيون عن احتكار التعليم للأسر الإمامية في عهد الإمامة البائد
يرونه اليوم واقعا معاشا وقد أصبحوا ضحية مباشرة له. ففي جامعة صنعاء خصصت الميليشيا الحوثية نسبة من المقاعد الدراسية في الكليات العلمية لأبناء القيادات الحوثية المنتمين للأسر الهاشمية فقط، وذلك يقضي بحرمان عشرات الآلاف من الطلاب تلقائيا، وهو ما يجري في جامعة صنعاء حاليا، إذ احتكرت الميليشيا الحوثية المقاعد الدراسية وحرمت أكثر من 5000 طالب وطالبة من التسجيل في أقسام كلية الطب وحدها. وتحكم حصول طالب اليمني أو عدم حصوله على مقعد دراسي قاعدة حوثية تنفذها الميليشيا في الجامعات الواقعة تحت سيطرتها. فإن كنت حوثيا تنتمي لإحدى الأسر الهاشمية المتعصبة للحوثيين فأنت مقبول في الجامعة، ولا يهم ما إذا كان معدلك في الثانوية العامة ضعيفا. والعكس فيما لو كنت يمنيا غير محسوب على إحدى الأسر الموالية للحوثيين، فاللجان الحوثية في الجامعة تمنع عنك التسجيل في الكليات العلمية بجامعة صنعاء وإن كان معدلك الدراسي في الثانوية العامة فوق 90. بل إن الميليشيا الحوثية تدعو الطلاب المتقدمين للمقاعد الدراسية في جامعة صنعاء للمشاركة في جبهات القتال، كون المقاعد الدراسية حصرية لأبناء القيادات الحوثية والموالين للجماعة. ولم تكتفي الميليشيا الحوثية بحرمان أكثر من 5000 طالب وطالبة من الدراسة هذا العام في جميع أقسام كلية الطب، فذهبت لتوسيع قوائم التعليم الموازي في الجامعة، وفتحت بابا للاتجار والثراء والتربح، إذ تجاوزت قيمة المقعد الدراسي الواحد 2 مليون ريال، في حين يعيش اليمنيون فقرا مدقعا بسبب الحرب الانقلابية التي عطلت الحياة ودمرت مصالح الناس. فأين يذهب إذن عشرات الآلاف من خريجي الثانوية العامة خلال هذا العام، فيما الميليشيا الحوثية تحتكر المقاعد الدراسية لعناصرها وأبناء قيادتها؟ على خطى أسلافهم الإماميين، دشنت ميليشيا الحوث الإمامية عمليات نهب وسلب واسعة طالت شريحة واسعة من التجار والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. إلى التفاصيل. لم يكن إعلان الحوثيين عن مصادرة أموال أكثر من 1200 شخص من معارضيهم قبل أيام إلا تدشينا لعمليات نهب بالقوة تطال كل شيء يرغبون به، بعد أن استكملوا نهب كل أموال ومقدرات الدولة بما فيها البنك المركزي والبنوك الحكومية الأخرى. هنا في شارع هائل في قلب العاصمة صنعاء وفي عز النهار، التقطت كاميرا المراقبة هذا الرجل يرتدي زيا رسميا لقوات عسكرية حوثية، يدخل إلى مركز صرافة ثم يخرج مسدسه ويطلق النار على الموظف، ويأخذ مبالغ قدرت ب30 مليون ريال يمني بحسب بيان لنقابة الصرافين اليمنيين قبل أيام قليلة فقط. عمليات السطو المسلح التي يقوم بها الحوثيون امتدت لتشمل محاولة استيلاء على عقارات وأملاك عائلة تجارية معروفة في صنعاء، حيث ناشد أحد أفرادها في صفحته على فيسبوك الجهات الأمنية بالتدخل لإقناع الحوثيين بعدم الاستيلاء على ممتلكاتهم العقارية بعد تكرار السطو على منازلهم منذ أشهر. مصادر أعلامية نقلت عن أحد مراكز الشرطة في صنعاء تزايد عمليات السطو المسلح وسرقة المنازل في أمانة العاصمة، ليصل عدد البلاغات التي تلقتها الشرطة أكثر من 18 منزلا خلال الأسبوع الأول من العام الجاري. خطباء وقادة حوثيون على رأسهم عضو اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين طه المتوكل دعا جماعته إلى الاستيلاء على أموال التجار في المناطق المسيطرين عليها، فيما هدد القيادي في ذات اللجنة صادق أبو شوارب علنا بنهب القطاع الخاص بالقوة. أصيب ما لا يقل عن 12 معتقلا في سجن بير أحمد بعدن بجراح جراء عيارة نارية أطلقها أفراد الحزام الأمني باتجاههم عقب اقتحام عنابرهم. وقال مصدر محلي إن العشرات من أفراد الحزام اقتحموا عنابر السجن وباشروا المعتقلين بالضرب بالهروات وأطلق العيارة النارية الحية باتجاههم وسط حالة من الفوضى العارمة. وجاءت الفوضى عقب منع قوات الحزام اللقاء المباشر بين المعتقلين والبالغ عددهم 140 شخصا مع أهاليهم أثناء أوقات الزيارة وفرض اللقاءات عبر شباك حديدية عازلة. تظاهر المئات في مدينة تعز اليوم للمطالبة بضبط الأمن ومنع القتل خارج القانون، وطالب المتظاهرون في وقفة احتجاجية بشارع جمال اليوم بتسليم
قتلت خليل مدهش الشرعبي إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها في سير قضية مقتل مدهش الذي قتل على يد مسلحين بمنطقة نجد قسيم في 12 من شهر ديسمبر من العام المنصرم. كشف تقرير حقوقي أعدته منظمة رصد للحقوق والحريات بمحافظة المحويت عن إحصائية الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال شهر ديسمبر والبالغة 2017 والبالغ 315 حالة. وتنوعت الانتهاكات بين الاختطاف والتهجير القسري وتجنيد للأطفال ونهب للممتلكات وملاحقات ومضايقات ونهب للتجار واحتلال المؤسسات الحكومية ومقرات وجمعيات خيرية ودور للقرآن الكريم واستحداث ونصب نقاط للتفتيش. وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا الناشط الحقوقي محسن ثامر. سيد محسن مساء الخير. بداية نريد أن نعرف منك أولا، يعني التقرير يكشف عن 146 حالة اختطاف و12 حالة من الإخفاء القسري وتجنيد أيضا للأطفال ونهب للممتلكات الخاصة، يعني خاصة كيف يمكن اليوم للمنظمات استثمار مثل هكذا انتهاكات وجرائم وصولا إلى إدانة ميليشيا الحوثي بالطبع والمطالبة بمحاكمتها بشكل رسمي؟ يا أخي أنت الآن ذكرت 315 انتهت هذا خلال شهر ديسمبر. نعم. 2017. إلى جانب ما تم قبل هذا العدد أو قبل هذا الشهر 656 حالة انتهاك. نعم. في 46 حالة اختطاف، 12 حالة إخفاء قسري. نعم. مضايقات و مطاردات 64، اقتحام درة 2 قريتين لشهر ديسمبر، إلى جانب 64 قرية سابقة، اقتحام 3 بيوت خلال هذا الشهر واقتحموا أحد البيوت وقتلوا أحد بلال محمد علي داخل بيته أمام أسرته أمام والده، وإلى جانب قتله بدم بارد أخطفوا والده وشردوا أخيه. نعم، كيف يمكن توظيف مثل هكذا جرائم سيد محسن لإدانة هذه الميليشيا ومحاسبتها؟ هذه الجرائم ناهيك عن الجرائم الذي ليست مؤكدة وليست، لأنه البعض لا يستطيع أن يبوح أو أن يتكلم عن الانتهاك الذي حصل عليه. نعم، بغض النظر سيد محسن، نحن نريد الجرائم التي تم إحصاؤها بشكل رسمي. اليوم هذه الجرائم كيف، ما هي الآلية التي ربما يعني يمكن من خلالها استثمار مثل هكذا جرائم لتجريم هذه الميليشيا وأيضا تفعيل موضوع محاسبة مثل هكذا ميليشيا؟ تفضل. هذه ندعو المنظمات المحلية والدولية، المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان زيارة المحافظة، في معنا سجون سرية السخفيين لا يعلم أحد أين هم أين مصيرهم إلى الآن أكثر من سنتين، معنا فوزي عبيد هذا أكثر من سنتين لا يعلم أحد أين هم، تم طلوع القرى الذي حولهم عملوا مظاهرات ومطالبات في أمام المجمع الحكومي بالمحافظة على أساس أنه يسمحوا لزيارته ولم يسمحوا لزيارته إلى الآن ولم يعلم. نعم، لك يعني ألا يوجد هناك منظمات يعني ربما تتابع مثل هكذا مواضيع؟ حاولنا نشارك مع بعض المنظمات رفع بعض الانتهاكات، لكن بأن المنظمات خاصة عن محافظة المحيط لا تعمل أو ليس لها أي خطا أو أي عمل، وكأنها من حافظة المهمشة حتى من ناحية الحقوقيين أو من ناحية الحقوق والحرية. نعم، باختصار سيد محسن، يعني من خلال ما تحدثت به أنت، يعني التوثيق لمثل هكذا جرائم من قبل ميليشيا الحوثي بحق أبناء المحويت، هل يمكن يعني مستقبلا أو بعد فترة قريبة أو حتى في المستقبل البعيد من ملاحقة الحوثيين قضائيا لإدانتهم في مثل هكذا جرائم أو محاسبتهم عليها؟ هذا هو هل من الممكن؟ إيه والله، نحن في سطبة، والتوثيق لهذه الجرائم
الغرض منها مطالبتهم وملاحقتهم محليا ودوليا ان شاء الله، لانه في بعضها موثقه او مختطفين داخل السجون ماتوا تحت التعذيب. نعم. وتم مطالبتهم وملاحقتهم الان عند رغم المضايقات ورغم الدكتور علي عوضه اللي قتل، تم المطالبه عند النيابه لكن الى لم نلقى سطى من النيابه. النيابه بذلت اعطتنا امر، اعطت اولياء التم امر وخرج طبيب شرعي وقرر وضغطوا على الاسره يتنازلوا ورفضوا التنازل، لكن نحن ان شاء الله بسبب ملاحقتهم ومطالبتهم عاجلا او اجلا. نعم، اليوم يعني في ظل ربما تقول أن الإهمال من قبل المنظمات، ما هي الوسائل المتاحة لديكم وأنت ناشط حقوقي تعمل في هذا المجال يعني لإدانة مثل هكذا جرائم وأيضا لتوثيقها بشكل أكبر لمحاسبة جماعة الحوثي مستقبلا؟ من الوسائل الآن نوعنا نكشفهم عبر الوسائل المختلفة، وسائل الإعلام المختلفة. نعم. نشترك مع بعض المنظمات الحقوقية لرفعها إليهم والتوثيق، وعندما تتاح الفرصة في أي وقت لمطالبة المنتهكين لتلك الحقوق. نعم. سيتم ملاحقتهم بإذن الله سبحانه. نعم. سيد محسن ثامر الناشط الحقوقي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. تزداد ميليشيا الحوثيين الإيرانية صلفا وإجراما بحق المدنيين، وتبرز وحشية هذه الميليشيا الإمامية في التنكيل باليمنيين الأبرياء من خلال ملف المختطفين المعرضين لعمليات تعذيب أو المتعرضين لعمليات تعذيب حتى الموت في سجون الميليشيا في ظل إهمال كبير من جانب الشرعية لهذا الملف. علي محمد التويتي مواطن اختطفته ميليشيا الحوثي الإمامية بمدينة دمت وهو متوجه إلى قريته في نوفمبر الماضي. قبل أيام عثرت عليه أسرته في ثلاجة للموتى وهو جثة هامدة جراء تعذيبه بآلات حادة وصمته بالماء الحارق، ليكون أول مختطف تقتله الميليشيا بهذه الطريقة هذا العام. ما هي دوافع الميليشيا لتعذيب المختطفين حتى الموت وهم من المدنيين؟ برأي باحثين وخبراء فإن الحوثيين يعذبون كل من يرفض عبودية الجماعة والخضوع الشامل لها، وهي بذلك تجسد نزعة الإمامة التاريخية في التوحش والقهر والاستعباد. في المقابل يعيد المختطفون اليمنيون النضالات الملهمة التي سبقت ثورة 26 من سبتمبر، بل بصورة أشد بطولة وثباتا نظرا لتطور وسائل التعذيب الحوثية وخذلان الدولة التي اختطفوا بتهم موالاتها. وبين صمود المختطفين الرافضين عودة الإمامة والكهنوت والتعذيب حتى الموت يبرز السؤال، ما الذي تفعله الحكومة تجاه المختطفين؟ أمام هذه التضحيات الكبيرة والكلفة الباهظة التي يدفعونها فهم يتعرضون لخذلان كبير من الرئيس هادي وحكومة بن دغر والتحالف العربي، إذ أنه لا توجد أي هيئة على مستوى الرئاسة ودوائرها مرورا بمختلف الأجهزة الحكومية بما فيها قيادة الجيش متخصصة بمتابعة ملف المختطفين، كونهم ملف وطني وسياسي وقضية رئيسية في معركة اليمنيين مع ميليشيات الحوثي الإمامية في إطار الشرعية. وبكل تأكيد لا يريد المختطفون الذين يقترب عددهم من 20,000 محتجز تحويل قضيتهم إلى متاجرة حقوقية أو مواساة مالية، إنما ينتظرون اهتماما مكثفا من الرئيس هادي نفسه ومن قيادة الجيش العمل بشكل حثيث على تحقيق الأهداف التي يلاقون صنوف التعذيب بسببها، وحتى لا يتحول وضعهم إلى مادة إشفاق وعامل إحباط وندم وشماتة. شرعت السلطات بمحافظة عدن في مناقشة خطة لتنفيذ البرنامج الاستثماري للمحافظة للعام الجاري 2018، وكرس الاجتماع الذي ترأسه القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين احتياجات مديريات عدن من المشاريع ذات الأولوية وتنفيذ وإنجاز المشاريع المتعثرة واستمرار عمل غرف عمليات مشروع إعادة إعمار أضرار الحرب. وأكد سالمين أن إعادة هيبة الدولة والنظام والقانون هو العنوان الحقيقي والبارز لمدينة عدن في المرحلة المقبلة من العام الجاري.
بدأت السلطات في مديرية المنصورة بمحافظة عدن في إزالة البناء العشوائي المستحدث في المديرية، وذلك ضمن حملة لها على هذا الصعيد. وقال مدير عام المديرية محمد عمر البري أن الحملة بدأت بإزالة الأبنية والأكشاك العشوائية وستستمر حتى الانتهاء من خطتها بهذا الشأن. ودعا البري الأهالي بمساندة الحملة في القضاء على أسباب البسط والاستيلاء على مواقع من ملكيات عامة أو خاصة. أعلنت إدارة مطار سيئون الدولي أن المطار غير قادر على تموين شركات الطيران بالوقود، ما يتسبب بتوقف حركة الطيران ابتداء من اليوم 8 يناير 2018. وقال مدير المطار المهندس حسن فرج بن طالب ليمن شباب أن وحدة تزويد الوقود بالمطار لم تعد بإمكانها أو تموين الطيران بالوقود نظرا لعدم وصول الكميات اللازمة من وقود الطائرات، مؤكدا أن المطار لا زال يسير في عدد محدود من الرحلات الجوية للحالات الإنسانية فقط من مخزونه الاحتياطي. وأصدرت إدارة مطار سيئون الدولي خلال الأيام القليلة الماضية رسالة إلى شركات الطيران حصلت يمن شباب على نسخة منها تفيد بتوقف تزويد الطائرات بالوقود ابتداء من اليوم 2 يناير 2018. ويعد مطار سيئون الدولي المنفذ الجوي الوحيد بجانب مطار عدن في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والذي شهد مؤخرا ازدهارا في الملاحة الدولية مقارنة بمطار عدن لأسباب الاستقرار النسبي الذي يشهده وادي حضرموت. بهذا نأتي إلى ختام المنتصف، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.